بعد السلام عليكم الاخوان، معكم جيمر كات في هذا الفيديو هذا او في هذا البرنامج هذا ديال كرسي الاعتراف من الحلقه الاولى. اول حاجه كنصادفوا واحد المثيل في كرسي الاعتراف ديال هذا اليوم اللي هو حارث او الملقب او المعروف بحارث سي اف. سي حارث سي اف، بدا اول حاجه شكرا لك على القبول الدعوه. شكرا لك حتى على هذا اول ابيزود ديالي وغادي نكون معك حتى الاولاني. ماشي بالعكس. اوكي سي حارث، الاسم اول حاجه، الاسم والنسب. اسم اخي حارث، النسب واحموش. احموش. العنوان؟ العنوان ما قدرش نعطيه. العنوان ما يقدرش يعطيه مي، ولكن المدينه ديال حارث. المدينه كازا، كازا البيضاء. شحال في عمرك؟ 23 شهر 11 غنكمل 24. 23 شهر 11 غيكمل 24 سنه. المستوى الدراسي السي حارث؟ باك بلس 4، عامين ديال ديسان باتيمون، عامين ديال لاشيتكتور دانتيريور. وحاليا شنو كدير؟ حاليا خدام فريلانس بهادشي ديال لاشيتكتور، زعما 3D اون بلس يوتيوبر وستريمر. اوكي السي حارث الله يكمل عليك. الحاله العائليه؟ متزوج؟ لا كنضحك. غير متزوج. غير متزوج يعني عازب. عازب. اوكي. عندك السيدي، علاش ما بقيتيش كدير الفيديو مع حفيظ حمي؟ علاش ما بقيتيش كدير الفيديوهات مع حفيظ حمي؟ ماشي ما بقيتش كندير مع فيديوهات، غير مؤخرا غادي تسمع فيديو في بي بي جي موبايل. غير هو شحال هادي هو مني مشى للتويتش، ما بقيتش شفتو، ما بقيناش كنريكورديو بزاف. فحتى انا ملي رجعت للتويتش لقيته بانه كيلعب بزاف بي بي جي، بي بي جي موبايل، عندك ما كيلعبش فورتنايت، كان كيلعب فورتنايت كرا شفتو الفيديوهات اللي كندير معاه. فكاش ما كنركضش معاه. سو اخر فيديو ركضت معاه هي تقريبا الشهر اللي فات في بي بي جي موبايل، جبنا فيه واحد الوين ولحتو في يوتيوب. ولكن تيقولوا انت كتقلب على البوز بزاف. اوكي شي واحد كيقلب على البوز. انت كتقلب على البوز بزاف وما بقيتيش كدير فيديوهات مع حفيظ بحال شحال هادي، اشنو تشرح للناس اللي كيقولوا على هادشي السي حارث؟ فالناس اللي كيقولوا بحال هكا، الا كنتو باغي تشوفوا فيديوهات مع حفيظ غتلقاو بزاف ديال لايف مع حفيظ. الا دخلتوا لتويتش، اي تويتش هو خصو واحد الدعم بزاف بحال يوتيوب. يوتيوب كاينين دعم بزاف، ولكن انفو كتقول لهم بانه راه كاين في لايف تويتش ما كيمشيوش، يعني كيكون 300 ولا 200 واحد كيتفرج. هذوك 300 ولا 200 واحد كيتفرج هما اللي غادي يكونوا عارفين بانه راه كنلعب بزاف مع حفيظ والدراري الاخرين. ولكن السي حارث، حنا كنشوفوا لي رياكسيون ديالك، لي رياكسيون بزاف في القناه. واش الجيمينغ ما بقاش فيه المشاهده؟ الجيمينغ حقيقة ما بقاش فيه مشاهدة، وحاجة أخرى ما بقاش فيه زعما. قررت أنه بلاص نبقى ندير الجيمينغ بزاف في الشين ديال اليوتيوب، قررت نولي نديرها في تويتش. سو تويتش خليتها هي البلاتفورم الوحيدة ديال الجيمينغ، يعني بنادم غادي يتفرج أونلاين. إذا كانت شي جيم زعما أوفلاين، زعما مود إيستوار ولا شي حاجة كضحك، شي جيم كضحك ولا شي جيم خاص لابد تكون فيها شي فيديو، كندير عليها فيديو. أما لي جيمز الآخرين ديما كنكون نديرهم كلهم في تويتش. ولي راكسو راه ما تقدرش ديرهم كاع كلهم في تويتش، يعني غتبقى دير اي ار ال ما جاتش، اللهم كنديرهم في يوتيوب. يعني انت بغيتي تقول لي رياكسيون كديرهم في يوتيوب والبلاتفورم ديالك اللي هو تويتش، زعما واش انت غتبقى، واش انت غتبقى، واش يوتيوب او بمعنى اخر القناه ديال يوتيوب ديال حارث سي اش، واش ما غتبقاش دير الجيمينغ نهائيا؟ لا ماشي ما تبقاش دير الجيمينغ نهائيا، كاين دي جيمز كما قلت لك خصهم لابد يكون فيهم فيديو، ما يقدرش تديرو فيهم لايف في تويتش. كاك مزيان. واحد السؤال اللي شويه سخون وشويه قاصح وشويه المهم غيشوف القشابه واش واسعه ولا ما واسعش. السي حارث واسع بزاف. واسع بزاف مزيان. اي السيدي كنشوفوك بزاف مع كابيلا، واش بيناتكم شي صداقه عاطفيه ولا انت كتبغي تقرب منها؟ فاش نقول لك هذا السؤال هذا شحال من واحد كيطرحوا عليا دابا، شحال هادي كتلعب؟ يمكن لك انك توضح لينا بزاف السي حارث على هذه القضيه هذه، حيت كل مره كنشوفوك لي زيفينمون كاملين اللي كيكونوا هنا في كازا كنشوفوك بزاف مع كابيلا. واش كاينه شي صداقه عاطفيه ولا انت كتبغي تقرب منها
ولا كينا مجرد صداقه بيناتكم؟ يعني ممكن لك تشرح لينا القصه وما فيها؟ انه تعرفنا انا وياها وسنايبر وهذا وبوميا، كنا كنلعبوا بادياتنا، دخلت هاد الدقه كتلعب مع بادياتنا، عرفنا عليها دريس شويه قالت لينا انا في كازا، بقينا كنهضر انا وياها واحد النهار طلقنا ستريم، من تما قالت لي انا راه خدامه في سميتو في نينوفو، فقررت بانهم نقول لها تقدر تشوف ليا معها شي دي سبونسور تمايا. مع عاد من تما ولينا كنهضروا بزاف، عرفنا بان راسنا راه كساكين في كازا، ولينا ديما كنمشيو عند كنتلاقاو في المدينه، كنمشيو عند سنايبر وكندورو شويه. من تما ولينا انفو هي كتلقى شي ايفينمون كنمشي معها، انفو انا كنلقى شي ايفينمون كتمشي معايا، فانا اعتبرتها كصديق بيست فريند كما كنقول لها ديما، وهادشي ما وضحتوش بزاف حيت كنت كنلعب معها بزاف عالي بحال اي واحد يعني، واي وشحال من واحد كان كيلعب معايا بحال هكا، وماشي هي بوحدها، كاين بزاف الدريات اللي كنلعب معاهم، غير هي اصلا قريبه ليا في المدينه كاش كنتلاقاو بزاف. يعني مجرد صداقه ومجرد غير بيناتكم، غير نقولوا كصديق وصديقه، المهم بيناتكم غير لعب وصافي. هذا شكرا بعدا حريت للتوضيح لهذا السؤال. هذا شي مشكل بزاف حريت اللي يقول لك ك يوتيوبر اللي كيدير فيديوهات مزيان، ولكن كستريمر كيجينا حريت سي اش حامض. هادي فاكت حقيقه، حيت انا ماشي ستريمر اللي ماشي وماشي ما تيديرش شي حاجه اللي تيخلق ستريم ديالو، غير كيبقى كيلعب وصافي. قال لك انك كاينه تجاوب السحاري. بالنسبه للستريمات ديالي حقيقه لا تنحيد هادي خذ راحتك. بالنسبه للستريمات ديالي الحقيقه انا يلاه بادي، ماشي شي واحد اللي واعر في الستريم بحال يوتيوب راه بديت من 2014 لي ستريم، مؤخرا شي عامين هادي باش بديتو، ولكن بديتو غير بالكاز جي كدير لايف جوج سيمانات، لايف سيمانه بحال هكا. ملي دخلت الفيبر هاد جوج سيمانات هادي عاد بديت كنكتشف راسي بشويه بشويه، بديت كنطور راسي بشويه بشويه في لي لايف. سو ماشي لا بدا واحد غادي يعجبو الحال الدقه الاولى، حيت كما ديما كنقولها اي واحد باتي في شي حاجه ما يمكنش اصلا على الدقه الاولى غادي يكون واعر، يلا كيتعلم يلا كيعرف لي برينسيپ. سو انا يلا تعلمت شحال من حاجه وباقي كنتعلم شحال من حاجه من ستريم الاخر، ولكن واش علاقه واحد مدير شي حاجه داكشي اللي كاين. ولكن بالنسبه للستريم ديال حارث سي اش، كنشوفوا حارث سي اش واش كيبغي يقلد الكور، حيت لانه شنا ديروا حد الشعر، واش كيبغي يقلد دكتور ديسكريسبيكس، واش هو غير طالقها في هذاك الستريم ودير داك داير داك الشعر ديالو ولا شنو؟ يعني واش حارث كيبغي يقلد الكور؟ يس حقيقة الكور فايتنا في ستريم وفايتنا في شحال من حاجة، وكيفاش كنبغي نقلدهم في شحال من حاجة، يعني كتبقى غير ماشي قلدهم، حيت دكتور ديسريسبكت واخد واحد الشخصية اللي لابسها ديما. أنا شنو قررت باش ندير واحد الشخصية اللي إنفو كان راجي ولا إنفو كان بغي نلعب مزيان ولا شي حاجة بحال هكا، كندير كنختار واحد الشخصية جديدة اللي هي سميتها العنطيز، وكيقولوا لي عيط على العنطيز إلا تفرقعتي شوية، كندير واحد الأنيماسيون ديال أنني راه تحولت العنطيز، زعما لبست الشعر ودرت النظاظر، وكنبان بانه راه واحد جديد اللي خرج فهمتيني، ولا برو ولا واعر وكيطايف وكيضارب. هذا هو الاوبجيكتيف ديالي. اوكي سي حارث سي اش، شكرا لك على يعني هاد الاسئله هاد الاجوبه ديالك اللي كانت اجوبه بدون لغه خشب. سي حارث انا بعدا كنشكرك على القبول الدعوه، ويمكن لك انك شنو تقول اول يعني اول ايبيزود اللي انت اللي حضرتي معنا في هذا الكورسي برنامج ديال كورسي الاعتراف اللي من تقديم اللي هو واشني الجيمر اللي جيمر كات، يمكن لك انك تقول اشنا هي الارتسامات ديالك في اول حلقه اللي كنتي المثيل ديالها. اوكي اول ايبيزود داز زوينه، ولكن اسئله شويه ماشي صعب حتى لديك الدرجه ياك. المهم اسئله اللي ساهله اصلا ما عندي ما نخبي، ما عنديش مشكله، انا نقدر نقول هادشي كاع علنيه وي. فالاسئله جاوا زوينين، وكنتمنى اليوتيوبرز الاخرين يدخلوا باش تكون شي اسئله فهمتيني شي حاجه صعاب، كنتمنى شي اسئله يكونوا فهمتيني حارين، ماشي شويه حارين ياك. وان شاء الله توفقوا. اوكي الاخوان الاخرين في شوية. اوكي الاخوان كان معكم الدراري حارث سي اش من برنامج كرسي الاعتراف، كان معكم جيمر كات، الله يعاونكم الدراري، نتلاقاو بساعة الخير، بيس، السلام عليكم.